حلوه موجود يا مش ممكن مش ممكن بيرتي يا يجيب الجون ايطاليا من ضربه في العرض زي ما شايفين حضراتكم. الجون فين في وقت خاتم وبيلعبوا 10 ويا بيرتي رقم 14 انترناسيونالي ويجيب جون ضربه راس حلوه حلوه حلوه. الكور اللي في العرض وريكو ساكي اهو بيبص بتاعته ايه وتنفس الصعداء وحلوه حلوه حلوه جوه الجون جوه الجون ما كانش هيروح بيتهم النهارده ده يا جوه الجون. جميله 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 لعبها حلوه قوي 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 وبتتعاد تاني جوه الجون جوه الجون وسينيوري عاملها الواو اللفه الجميله وداخل بيرتي على طول جوه الجون جوه الجون في الدقيقه 24. جون جميل جدا 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 لايطاليا وبيلعبوا 10 وزي ما قلت لحضراتكم الشوط الثاني على طول اللي جايبها دينو باجيو دينو باجيو هو فعلا اللي جابها ده بيلعبوا على طول ضاغطين ودينو باجيو جايب الكوره جميله جدا جدا وهو اللي يعني يقدر نقول عوض كل التايم الاولاني ونص الثاني اهو لعبه كان في نص الملعب ويجيب جون جميل جدا جدا دينو باجيو.